الحقيقة ماكو أي سبب أنهم ما ينفذون جسور. بغداد هسه بحاجة ماسة إلى 6 جسور إضافية حتما، يعني حسب دراسة عدد الممرات الموجودة في الجسور الحالية 48 ممر. ممر يعني إحنا نسميه لين، نعم هذا يعبر حدود 2 مليون سيارة من كرخ إلى الرصافة وبالعكس. زين إحنا عندنا مقدر حدود 3 ملايين سيارة يعني تعبر، فنحتاج إلى 80 ممر، يعني بعد نحتاج 32 إضافة اللي هي 6 جسور. ست زين جسور أكيد، وماكو أي سبب إنه ما ننفذ جسور. يعني أكو جسور جدا جدا حرجة ومحتاجة، مثلا جسر خاص إلى أمانة بغداد، إلى جامعة بغداد، نعم وجسر خاص إلى الزعفرانية، جسر الزعفرانية، نعم جسر القراعات هسه مباشرين به الناس، وإن شاء الله يعني أتوقع السنة القادمة ينجز. فنحتاج يعني فعلا. وجسور اول جسر في بغداد هو جسر الشهداء نعم اللي نفذ سنه 39، وراء جسر الاحرار سنه 40، وراها وهكذا. يعني بدات الجسور الدائميه في بغداد سنه 39.